هذه النشرة برعاية ليبا بريد اس سي مابلر. أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. بدء النظر في قضية الاستئناف بدعوى الاتجار بالبشر المرفوعة ضد الصحفي في التلفزيون السويدي فريدريك أونفال واثنين من معاونيه بعد مساعدتهم قبل 3 سنوات طفلا سوريا يبلغ من العمر 15 عاما للوصول إلى السويد خلال مهمة صحفية لهم في السويد. وقال الصحفي أنه ما زال يرى بأن ما فعله يندرج تحت المسؤولية الأخلاقية، معتبرا ذلك شعورا جميلا. هذا وكان الفتى السوري ويدعى عبد قد ركب في الشاحنة التي كانوا يستقلونها الصحفيون الثلاثة في أثينا عام 2014، حيث لم يستطع هؤلاء تركه هناك بسبب وضعه الصعب. لكن النيابة السويدية ادعت أن مساعدتهم له جاءت بعد تخطيط بتهريبه عبر الحدود الأوروبية دون أوراق قانونية. ومحكمة يوميتلاند تحكم على رجل يبلغ من العمر 25 عاما بالسجن لمدة 2 والطرد من البلاد بعد إدانته بحريق كان قد أشعله في مخزن قريب من كامب للاجئين الصيف الماضي. وجاء في حكم المحكمة الذي صدر اليوم أن الرجل أقر بإشعاله النيران بالقرب من المخزن أواخر شهر تموز يوليو الماضي مستخدما ولاعة في إحراق مواد بلاستيكية في المخزن. الرجل ذكر أيضا أنه لم يكن في وضع جيد عندما قام بفعلته تلك، وأنه أشعل النار في المخزن بعد حصوله على قرار بالرفض من مصلحة الهجرة، وأنه فهم الأمر على أنه سخرية وانتهاك حسب زعمه. واعترف أيضا بأنه كان يعتزم بالفعل حرق المخزن القريب من كامب للاجئين. وصول بلاغات عدة إلى الشرطة ضد الملصقات التي استخدمها أعضاء في حركة مقاومة الشمال النازية في التظاهرات التي نظموها في توبوري السبت الماضي. وقام النازيون برفع ملصقات لصور عدد من السياسيين والصحفيين واصفين إياهم بالمجرمين. ومن بين الصور التي جرى رفعها ونعت أصحابها بالمجرمين رئيسة حزب الوسط آني لوف. وكانت الشرطة قد اعتقلت نحو 60 شخصا في يوم التظاهرة. ومن جهتها وزيرة الثقافة والديمقراطية السويدية قالت إنها لا ترى أن هناك أي رابح من التظاهرة التي قامت بها حركة مقاومة الشمال النازية في توبوري. وقالت ربما الفشل الأكبر هو أن يكون لدينا نازيون يتجولون في شوارعنا. ودائما في أخبار السويد، اختيار أولف كريسترسون كزعيم لحزب المحافظين خلفا لأن باترا لرئاسة الحزب، وهو المرشح الوحيد الذي عينته اللجنة الانتخابية بالإجماع. ويشغل كريسترسون اليوم منصب المتحدث الاقتصادي باسم سياسة حزب المحافظين. وكانت باترا قد استقالت من منصبها بعد فترة طويلة من الانتقادات التي وجهت إليها ومطالبات من داخل الحزب دعت إلى تنحيها بعد التراجع الكبير في شعبية حزب المحافظين وفق استطلاعات الرأي. ورغم أن أعضاء آخرين في الحزب قد رشحوا أنفسهم لمنصب القيادة، إلا أن كريسترسون هو الوحيد الذي حظي بترشيح وإجماع لجنة الانتخابات، حيث تم اختياره رسميا في 21 من أيلول سبتمبر الماضي. وزيرة الخارجية السويدية مارغريت والستروم تطلب من الحكومة الإسبانية اليوم ضبط النفس بعد استفتاء أجراه إقليم كاتالونيا يوم أمس للاستقلال عن إسبانيا. جاء ذلك خلال محاضرة لها حول السياسة الأمنية في السويد والوضع في العالم ككل وكذلك التطورات المستقبلية. وقالت الوزيرة لا يمكننا إلا أن نناشد إسبانيا أن تبدي ضبط النفس وأن توصل إلى حوار مع الإقليم، واصفة ما جرى أمس من استخدام الشرطة القوة لمنع عمليات التصويت بالأمر الرهيب. وقالت كانت الصور رهيبة يوم أمس من استخدام الشرطة للعنف ضد المصوتين. وعلى الرغم من أنه استفتاء غير قانوني، فإن الأمر عائد للحكومة الإسبانية في التعامل مع هذا الاستفتاء وفقا للوزيرة السويدية. وقد أدت اشتباكات وقعت بين الشرطة والمشاركين في الاستفتاء إلى إصابة أكثر من 800 شخص بجروح.
أخيرا مشاهدينا، أعلنت اللجنة الأكاديمية لتوسيع جوائز نوبل السويدية عن منحها جائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء للعام 2017 لثلاث باحثين أمريكيين هم جيفري هال ومايكل روزباش وميكائيل يونغ. وقررت الأكاديمية منح الجائزة لهم لاكتشافهم الآليات الجزيئية التي تحكم إيقاع الساعة البيولوجية. الباحثون الثلاث نجحوا في معرفة كيفية عمل ساعة الخلية الحية، حيث تظهر الاكتشافات كيف يتكيف الإنسان والنباتات والحيوانات بالشكل الذي يمكنهم من الاستعداد الجيد لمواجهة مختلف مراحل اليوم. وستعلن أكاديمية جائزة نوبل خلال هذا الأسبوع أيضا عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في مجالات عدة كالفيزياء يوم غد والكيمياء يوم الأربعاء، فيما سيتم الإعلان عن جائزة نوبل للأداب يوم الخميس القادم. نهاية النشرة، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ليبا براد، اس سي مابلر.